واول دور مثلته دور نسائي مستار مستار الدلاله لابس العبايه حتى صار واحده من النكات انه على اساس ابكي اني فالمفروض من ابكي لازم عندي تشفيه شيء فشلت الثوب هالشكل والجمهور شنو هاي حلو كانت هاي اولى المسرحيات بعدين كان عندنا المسرح كم كان عمرك بهاي المرحله هذه عمري 8 سنين بعد وفاة والدتي بعد وفاة والدتي بس لا التقليد لا قبلها يعني كانت موجودة من كنت من أول كلش زين الحلم هذا شلون تطور أنا أعرف بعدين انتقلتوا إلى ديالة وأنت بالسادس ابتدائي أي بالسادس ابتدائي بقيت تمثل بالسادس ابتدائي رحنا إلى محافظة ديالة بعد أنا بعده وأخويا هاشم وبعد ورحنا سكننا بعقوبة يسمونها قنطرة خليل باشا نعم يم نهر خريساني وكانت اكو مدرسة اسمها الوثبة بها أستاذ فاضل اسمه سالم الزيدي تحياتي إلى أستاذي الأول هذا أول من نبهني يستاهل يعني لأنه أول من فتح عيني على المسرح وجابونا مسرحية اسمها الدرس قبل اللعب الدرس قبل اللعب اسمها باللغة العربية الفصحى لكن مع الأسف ما اكتمل المشروع عند عودتي إلى البصرة بالسنة البعدها رحت فكان أكو مسرحية اسمها أوديب أنت الذي قتلت الوحش تأليف علي سالم وإخراج المخرج أستاذي أيضا محمد وهيب وكنت بيها دور كومبارس أنا كومبارس فمثلت أول دور كان كومبارس وعندي جملة واحدة بس أقولها أي شنو هي الجملة؟ الجملة لأن هو عرقوها من المصري إلى العراقي يقول له بهذه طبعا أشيل همها وقلبي يقوم يدق سريع قبل لا أقول بس هالجملة عندي أعصابك راحت أعصابي رايحة فأول ما اسمها أقول له وانت جابك اللي هنا بس هاي الجملة والجملة اللي كنت تقولها اللي كل ما تقولها يضحكون اي كل ما هي هذا جابك انت اللي هنا هيك بهالطريقه اسويها اساس جرب باللهجه البصراويه يعني. اللهجه البصراويه فيحبوه يضحكون بيها يحبوه زين حبيت اسالك المرحله اللي نقدر نقول او العمل اللي نقدر نقول هنا كان منبع محمود ابو العباس الحقيقي العمل اللي بالفعل نبعت منه اي كفنان وكنجم رسخ موهبتك هذه مرحلة متقدمة يعني أنا أعتقد أنه من أهم الأعمال اللي اشتغلتها هو عمليا يعني هاي في مرحلة الكلية إذا نقفز لهاي المرحلة فكان نديمكم هذا المساء نص كاتب الأستاذ عادل كاظم الله يعطيه الصحة والعافية نعم.